يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الاثنين أكثر من مليون ومئة وستة وتسعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون ومئة وسبعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة أكثر من سبعمائة وخمسة وخمسين ألف شخص